So, as sister said, at least I know our brothers and sisters in Gaza, I don't know if they're sleeping now or not even sleep. So we should not be sleeping the whole night. We should fear them, we should be with them, we should at least say, Hasbunallah wa ni'mal wakil. A lot, inshallah. Inshallah, Allah will bring the victory, inshallah. So let's do this dua, inshallah, with the intention, with the niyyah of al-faraj, inshallah, with the intention of ease and nasr and victory, inshallah. It's just dua, inshallah, people they used to read before us, inshallah. Let's read it in the same intention, inshallah. Bismillah. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغاثنا يا مغيث الضعفاء فاحسبنا يا رب أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد عل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحصرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض ليله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفى ومنك ربنا رجعنا اللطفى وقد مددنا ربنا الأكفى ومنك ربنا رجعنا اللطفى فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر أذى الشر على من طلبه وقهر عدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويصم الظهرا واعكس مرادهم وخيب سعيهم
واهزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل لهم ما فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك وعجل لهم ما فيهم نقمتك فإنهم لا قدرتك يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطاقنا قوة للدافع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجعت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي يا ربي أنلنا الأمنا إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قادر القطب والأوتاد وجاه حال والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجباء وجاه الأبدال وجاه النقباء وجاه كل عبد وذاكر وجاه كل حميد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقرا وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل ومن علينا منة الكريم واطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وانصت علينا يا كريم نعمتك وخير في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وانهج بنا يا ربي نهج السعداء واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء وأصلح لهم محال الأهل ويسر لهم جمع الشمل يا ربي وافتح فتحك المبينة لمن تولى وأعز الدين
وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بودي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعفي وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلمين يا ربنا وصلي يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن تمتلى والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده الفاتحة على نية القبول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نستغيث بك يا الله نستغيث بك يا الله نحن الفقراء نحن الضعفاء وأنت القوي المقتدر اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالمعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى ولا تغادر منهم أحدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من إرهاب المرهبين ومن سفك دماء الآمنين وأن على التعدي على أحد من خلقك أجمعين اللهم إنا نعوذ بك يا أرحم الراحمين على التعدي على أحد من خلقك أجمعين اللهم إنهم يا أرحم الراحمين يغتروا يا أرحم الراحمين بقوتهم ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فاللهم انصرنا عليهم اللهم انزل ملائكة من السماء لإخواننا في فلسطين تدافع عنهم يا الله لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا الله إنهم صابرون إنهم صابرون اللهم يا أرحم الراحمين انصرهم نصرا عزيزا تعز به الدين وتدل به راية الشرك والمشركين اللهم حرر المسجد الأقصى ورده إلى أيدي المسلمين عاجلا غير آجلا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.